طلاب جامعة فيينا يقيمون مخيما احتجاجيا ضد الحرب في غزة. النمسا تدعو إلى التعاون مع دول ثالثة لمكافحة الهجرة والإجرام. دول الحياد السياسي الأربعة تطالب بتعزيز التعاون مع الناتو. معهد فيفو للأبحاث يتوقع نمواً اقتصادياً ضعيفاً لخمسي سنوات. السجن المؤبد لعراقي من تنظيم بدر أدين بقتل شرطي وتجارة المخدرات. اكتشاف شركات احتالت على الضرائب بملايين اليوروهات. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أقام ناشطون مؤيدون لفلسطين مخيمات احتجاجية في جامعة فيينا مصحوبة بمظاهرة معلنة مسبقا في حديقة سيغموند فرويد، وذلك بمشاركة عشرات الأشخاص. وأعلنت الجامعة واتحاد الطلاب أنهم بمنأى عن هذه التصرفات، مؤكدين عدم قبولهم لأي مظاهر مناهضة للسامية. وأدان وزير التعليم أدان بشدة التصرفات المعادية مؤكدا على حرية التعبير، وطالب المحتجون بوقف التعاون مع شركات صناعة الأسلحة ووقف التعاون البحثي مع الجامعات الإسرائيلية، ودعوا أيضا لوقف القمع والتكتيكات الفاشية في الجامعات ووقف التعاون البحثي مع الشرطة. دعا وزير الداخلية النمساوي كارنر إلى تكثيف التعاون الدولي لمواجهة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا على ضرورة تعزيز الشراكات مع الدول الثالثة مثل تونس، وذلك خلال مؤتمر الهجرة في كوبنهاغن. وأشار كارنر إلى أهمية التصدي للجريمة المنظمة وعمليات التهريب، داعيا إلى مراجعة اللوائح الأوروبية وتطويرها لتكون أكثر فاعلية، وتقديم الدعم لدول شريكة في تأمين الحدود. كما ناقش أيضا نقل المدانين إلى كوسوفو في إطار خطط لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة، مؤكدا التزام النمسا بالتعاون الدولي لمكافحة الجريمة. دعت دول الحياد السياسي الأربعة في أوروبا النمسا وإيرلندا ومالطا وسويسرا إلى تعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلسي الناتو في ظل تطورات الصراع الروسي الأوكراني. وأرسلت الدول الأربعة رسالة مشتركة إلى رئاسة الناتو تطالب فيها بإجراء مشاورات مكثفة بشأن قضايا الأمن في أوروبا، وأكدت وزارة الخارجية النمساوية على أهمية الشراكة مع الناتو في ظل تصاعد حدة الحرب في أوكرانيا وضرورة التعاون لمعالجة التحديات الجيوسياسية الحالية بشكل فعال في ظل المخاطر المتنامية في القارة الأوروبية. توقع معهد الأبحاث الاقتصادية فيفو نمواً اقتصادياً ضعيفاً في النمسا حتى عام 2028، حيث ينمو الاقتصاد بمعدل سنوي يصل ل 1.25% خلال السنوات الخمس المقبلة بتقديرات أقل من المتوقع سابقاً. وأثر الركود في عام 2023 على النمو المتوقع، ما أدى إلى عدم التوازن في الميزانية وارتفاع الدين العام. ومن المتوقع أن تزداد أهمية العمال المهاجرين في سوق العمل مع ازدياد التقاعد، ومع ذلك يواجه الاقتصاد تحديات من تدهور الأوضاع العالمية مثل الصراعات وأسعار الطاقة المرتفعة والأمراض المعدية. أصدرت محكمة جنايات غراتس في شتايرمارك حكما بالسجن مدى الحياة على عراقي بتهمة قتل الشرطي في بغداد عام 2014. واتهم الرجل بتعذيب وقتل شرطي من خلال انتمائه لتنظيم بدر الإرهابي المدعوم من إيران. وخلال المحاكمة اعترف المدعى عليهم ببعض التهم مثل تجارة المخدرات، لكنه نفى دوره في الجريمة، بما أكد القاضي على خطورة المتهم على المجتمع. وقال ممثلو الادعاء إن العراقية كان جزءا من مجموعة مسلحين اختطفوا الشرطي، وقدم الادعاء أدلة بما في ذلك شهادة شهود عيان ومقاطع فيديو تدعم مزاعمهم. كشفت وزارة المالية النمساوية عن محاولات احتيال ضريبي من قبل شركات، حيث حاولت شركة بناء الاحتيال بمليون يورو وشركة مطاعم بأكثر من 400 ألف يورو.
وكشفت وحدة مكافحة التهرب الضريبي عن 210 قضايا العام الماضي، وفرضت 48.46 مليون يورو ضرائب، وركزت المراقبة على البناء والضريبة المضافة والنقل. وتواجه الشركات عقوبات تصل إلى ضعف المبلغ، وفي إحدى الحالات قام مطعم بشراء لحم بمليوني يورو من دون دفع الضرائب، بينما استخدمت شركة بناء فواتير مزيفة بقيمة مليون يورو. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا متابعينا تحميل تطبيق انفوجراد على هواتفكم. أنتم معكم أنا أدهم الليجي، أمسية سعيدة، دمتم بحفظ الله ورعايته.